اول شيء نشوفوا حاله المصابين تاعنا اذا يقدروا يرجعوا ولا، وبالطبيعه تحضير المباراه عادي جدا راح تكون تحضيرها كما حضرنا كل المباريات ان شاء الله، يكون كل العناصر موجوده ان شاء الله. بالطبيعه مباراه كاس دائما عندها طابع خاص، تحذير خاص، فلذا راح نقوم بكل تحذيراتنا باه نكونوا مستعدين ان شاء الله يوم الجمعه امام اتحاد بس باينه حتى نهايه الموسم ما تقدر تدير ولا شيء، يعني خاصه احنا في برمجه تدريباتنا، ويعني تقريبا بقينا نعرفوا كل اسبوع واش نديروا مشكل، لكن نتاقلموا مع الوضع، نحاولوا نلعبوا مباراه بمباراه. مباراه بخوندو سونس بوزيتيف، اون فا سو ميتر اون كيستيون مع ستاف تكنيك و مع لي كويكيبيي. جو بونس كون فا انشيني هاد لا سيمان بلي زونترينمون، فا بوكو سو كونسونتري على ماتش تاع لا كوب، اي ابري اون فيرا باغ لا سويت الماتش تاع الشامبيون. في الدقائق الاخيره وضربه الجزاء ما كنا نستناو فيها، مي الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. صح ضربه الجزاء كانت قاسيه بزاف خاصه احنا اللي جوار، وين ما كناش ننتظروا هاد السيناريو. نظن نتيجة التعادل كانت ترضي الفريقين، علاش ما كانش ايكيب كبيرة وايكيب صغيرة. لا بروف تبسها كل عام راهم يوصلوا كار دو فينال. ان شاء الله كما يقول لك نحضروا المقابلة هذه بجدية باش ان شاء الله نحققوا التأهل.